هنا المملكة العربية السعودية بتوجهاتها، بثقلها، بمحوريتها. الأمير محمد بن سلمان دائما يتجه، وبالأمس عندما كان اللقاء، وذاك اللقاء التاريخي بين السيد الرئيس محمود عباس وسمو الأمير محمد بن سلمان، قال: نحن معكم والعالم معكم ولن نترككم. والسيد الرئيس وضع سمو الأمير في الصورة فيما يحدث في غزة من هذا الدمار والقتل الذي يشهده الجميع، وهو الحراك في هذا العالم.